أبو حمدان ومن قال سالم يقول مساكم الدلة اللي يريح بننا وهيل من شاعر ما يدور بعدها فايدة مساكم الدلة اللي يريح بننا وهيل من شاعر ما يدور بعدها فايدة البيت حافها ملك واللي بناه الخليل كلام الأحياء ولا العالم البايدة وشبيه أبو تركي محمد فخر كل جيل لو قالوا الناس كفوا ويش هي شايدة أقول لو تزرعون المكرمش الحصيل والله ما ينبت ما بين الأيدية اللايدة سلامتك والجبال الثابتها ما تميل يا محلحل الكادة بالهمها الكايدة رجل يعصف الطموح ويعشق المستحيل والله ما تشكل عليه الدودة الزايدة يا سلام الله مساك كوب من اليانسون والزنجبيل يداوي اللي بهالأسقام تتعايده والبيت ربي حماه من عبرة الهبيل وخلاه عبرة لمن هو ينوي بكايده ومحمد الخير ما يكرب عليه الجميع واسأل جهينة تحصل عندها الفايدة لعداء سيف حدب والموطنة سلسبيل يكفيك من رؤيتها أعمالها الرايدة والله يسلمك يا ذيب عوى وسط ليل تعوي وراء الحلال مكبر وسايدة خبير بعواه ما هو بحاجة للدليل ولا بتلفت الراسة كلمة زايدة.